بتغيب الفنانة نسرين طافش عن رمضان 2023 وما حد شارك بأعمال جديدة سواء بمصر أو بسوريا. واعتذرت نسرين طافش عن عدم المشاركة بأكثر من عمل بسوريا، منها الجزء الثاني من مسلسل كسر عظم وتحت الرماد اللي أصبح اسمه مسار إجباري، إضافة لأكثر من عمل بمصر تم عرضهم بموسم خارج السباق الرمضاني. نسرين طافش يعرض لها حالياً فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي المرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بويزو. هو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. كما أنه عم تنطر نسرين طافش عرض فيلم في القلب اللي انتهت من تصوير آخر مشاهده بالشهر الماضي، وبتشارك ببطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منى فضالي، أنجي كيوان، وتونة ماهر، وإخراج عادل مرقص. وبتنعد القصة مختلفة ورومانسية وبتدور بإطار اجتماعي رومانسي. يذكر أنه نسرين طافش قدمت برمضان الماضي المسلسل السوري جوقة عزيزة، وشارك ببطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني وآخرين. هو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق. بوقتها دارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة اللي سحرت القلوب ببلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولقبت بملكة المسرح.